اكلت دباء. هتشوفها على الكاميرا اكلت دبانه. لا لا، الهيئه الملكيه لحمايه الطبيعه مشكورين جدا، بساعدونا كثير في النزل البيئي اللي موجود في الازرق، مكان كثير جميل وحلو صراحه، وكثير انبسطنا فيه، كثير تسلينا فيه، كثير تسلينا فيه، وكثير مريح النزل. بالأزرق لما رحنا على الأزرق انبسطنا لأنه رحنا على محمية كتير هادية ونمنا، قدرنا ننام يعني نرتاح شوي، نرخي هالعضلات، نتحمم يعني شوي. إحنا متعب، مشاويرنا متعبة كتير كتير. حلو المحمية، بس بحس المحمية كان لازم يكون فيها اهتمام أكتر، يكون فيها اهتمام أكبر، يزبطوها صراحة، لأنه هيك زي ما هي مش حتكون جذب سياحي ولا حتكون حرام يعني، لازم يكون فيها شوي شغل أكتر صراحة. وتحركنا على الزرقاء، وانا كثير بحب الزرقاء لاني انا اصلا زرقاوي وتربيت في حي معصوم، وجلبوش زرقاوي، وعمار زهران زرقاوي، وابو كوش زرقاوي، وحشكي زرقاوي، ففي اشي حلو لما تروح تصور بمدينتك. ابو عرب على اليمين. ابو عرب هون؟ مازن ابو عرب هون. ايوه ابو عرب. هيو. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. كيفك يا عمي؟ حالة قلبك؟ هلا بالخال. والله كل الناس دلتنا عليك. اهلا وسهلا فيك، نتشرف. احنا اسمنا برنامج اسمه كوكب الاردن. اهلا وسهلا بكم. والله الناس كلها ابو عرب ابو عرب ابو عرب، ملك الحمص والفول والفلافل والاكل. هذا شرف رفيع. بالعكس، قديش صار لك فتح المحل؟ فتحوا حياه ابوي عام 1957. الله يرحمه. ما شاء الله تعيش. من 57؟ نعم سيدي. وانت بلشت بالمحل من امتى؟ انا بلشت بالمحل تقريبا بال 97. 97؟ نعم. بلشت فيه ولا مسكته؟ لا مسكته رسمي بال 97، مسكه اخوي. اخوي الكبير عربي اسمه ابو اشرف. ومن ثم اجيت انا يعني بالتوالي.